علي خالد ابراهيم مكان مرخص كره عاليه خطيره فرصه جول 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 العنابي يبدا الوقت يتقدم وجماهير العنابي سعيده الفارق الكبيره الموجوده مع الاخرين في كره القدم الاسيويه خطيره فرصه 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 جول كأس العالم الناشئين ضربة حرة جول جول الكوري الريم الكوري الريم يعيد العنابي يعيد العنابي إلى الجولة رقم 15 وهذه محاولة باتجاه إسماعيل مطر وأطالة استادت الآن ضربة جزاء ضربة جزاء بتصل في يد هزاع سالم بتضرب يد هزاع سالم العنابي ممكن يتقدم جول جول هدف عنابي ثالث فقدت الجزاء فقدها جوجاك مرتده الان مرتده لهزاع سالم ممكن فيها انذار ممكن فيها انذار الا فيها انذار فيها انذار على سالم سلطان وبالتالي ياتي الانذار الان و حال الطرد حال الطرد حال الطرد حال الطرد على سالم سلطان دائما الفريق اللي يقدم اكبر قدر من المواهب يجب ان يكافئ خطيره فرصه اسماعيل هيا جول جول رجل المباراه ياتي بالهدف الرابع Thank you.